جودي جودي لك اي اي العم فايون عيونك العم شو شعره ابا شايف العالم روح من هون ماشي ماشي وين واقف هون هون ماشي عوافه سلام يا حمامه شلونكم عراسي عراسي حياتي انتو بصراحه انا في النوم موهوب كتير اي كتير وبدي اقول بدي فرجيكم مواهبه لان رحت على المعهد العالي قالوا لي موفى ليش موفى قلت له هكا قلت له شو هالحكي هذا اسمعوا له شوفه شوفوا له السمعه قلت له بدي فرجيكم مواهبه هلا وانت بتحكموا علي ماشي ابول ماشي راح قلت فنان كبير كتير بدكم تحذروها تقولوا لي رح قلد الفنان ولا حتحذروا انتم لك لا تدبقني دبقني يخرب ديارك الهي حل عني يا حبيبي امنت بالله لا تضحكوا يخرب دياركم عم كركركم انا عم كركركم شوف الناس شوفوا فظاعة انتم فظاعة اجاني زبون محمل زيادة عفش قلت له لك يخرب ديارك شفتنك شو المصايب نكش قال لي انا عم تضربني وتدفشني دفش قلت له لك روح روح وحاجتك نفش لسه ما شلي مثل الاهبل عم يطحش طحش قال لي لك ما عرفني ولك لك انا ابن العكش قلت له تواخذنا يا سيدي يخرب دياري شو جحش ماشي ما يمتكن قلتكم كمان مين عمر خالد؟ هذا الدكتور حياتي عمر خالد عرفتوا مين هذا اللي قلتوا بالأول؟ عراسي ماشي صور نفسك انت وجوزك وعيالك قاعدين بتسقوا ربنا سبحان الله مش احسن وتفاجئ على ماتش طلع ولا فيلم السينما يا جماعه عاوزين وقفه صح مش عشانك عشان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه في رب بيشوف جنايتك بتكتب انا هختم بدعاء صغير يا رب يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اقسمنا عليك ان تبلغنا اقسمنا عليك ان تبلغنا اغفر لنا ارحمنا كن عوننا ثبت اقدامنا امين امين نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله سبحانه وتعالى اي شو بدنا في هذول اخواننا الالبسي تبع اللبنانيه ماشي اخواننا بالتلفزيون اللبناني لما بيعملوا شغله هيك لبرنامجهم بيعملوا له بروباغندا هيك من عندهم فحبيته يعني هي ما بدها تحبال بس الظروف اجبرتها على الواقع عم يبوسا مش حيلا بوسي وعلى المكتب كمان طالبين القرب على الفضائيه اللبنانيه 11 توقيت السعوديه منروح لعند اخواننا بقناة الجزيرة عراسي جايين بيحكوا علينا هل مفرجيه قناة الجزيرة من قطر نشرة الأخبار سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا من واشنطن المراسل الصحفي مايكل روبنسون سيد روبنسون يعني هل تعتقد أن هناك حرب على العراق؟ Actually, I think there is no attack in Iraq because Mr. President George Bush has said that there is no attack in Iraq and we have good relationships with our countries there, you know. نحن لا نعتقد أن هناك حرب على العراق لأن سيد جون بوش قال أمام البيت الأبيض أنه لدينا علاقات جيدة مع دول المنطقة هلا جميل عازر سيد روبنسون سمعنا أن هناك مواجهات واشتباكات في دمشق هل خبرتنا عن ذلك؟ لقد سمعنا أن شاهد عيان في الحسكة أن هناك قتلى وجرحى في دمشق في مؤسسة دراما أكاديمي سيد روبنسون شكرا جزيلا لك فاصل ونعود لمتابعة الأخبار